نقطة كمان يا كابتن هاني، يمكن الناس كلها كانت بتتكلم على ياسر ابراهيم في الفترة الأخيرة. ياسر ابراهيم كان هو وأيمن أشرف شايلين عبء كبير جدا جدا، وكانوا مركزين جدا جدا، ولو ما كانوش مركزين وبيلعبوا بقلب جامد وفي تركيز، في لقطة لياسر ابراهيم اللي هي التاكلنج اللي عمله على زيزو دي، لو هو مش مركز وبيلعب بروح وقلب، ممكن التاكلنج اللي هو عامله ده ممكن يجي في وقت تايمنج مش كويس يجي بينالتي. ولكن انا شايف ان اللعيبه حتى البينالتي اللي الناس كلها بتتكلم عليه بتاعت بن شرقي، انا شايف ان هي فاول من الاساس لايمن اشرف ان هو شده. فانا شايف ان اللعيبه كلها قد بشكل كويس. الماتش راح ورجع، ولكن الحمد لله احنا كان عندنا يقين، احنا كلعيبه او بره او جمهور او اللعيبه اللي موجوده، كان عندنا يقين ان احنا نخلص الماتش قبل الدقيقة 90. وانا عايز اخد دي من ذكر